يمكن ابرز القرارات اللي هيبدا تطبقها من النهارده، من بكره 1 ابريل، من اليوم عفوا 1 ابريل، مقدمتها الموافقه على السماح لمواطني 180 دوله من العالم الحصول على تاشيره دخول مصر في المطارات والمنافذ البريه والبحريه، وحطوا شرط واحد انه القادم ده او الشخص ده او المواطن ده او المواطنه دي يكون عنده تاشيره ساريه وتم استخدامها اليوم مره واحده لدول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا. القرارات دي كمان كان جزء منها تيسيرات لدخول موانئ جنوب سيناء من خليج العقبه لغايه سانت كاترين، والسماح بالتواجد في شرم الشيخ ودهب وطابا ونويبع لمواطنين من عده دول منها باكستان والهند والصين، فقط ان يكون القادم عنده تذكره وصول ومغادره وحجز فندق بمبلغ مالي او بطاقه ائتمانيه. عديد من الاجراءات وزير الطيران المدني ايضا اعلنها في مجال الطيران، في مجال التامين، حضراتكم عارفين انه الطيران الروسي ممنوع من الدخول لمجالات الجويه الاوروبيه. السيد وزير الطيران بيقول انه مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم الحكومه بشان الاذن لوزير الماليه بضمان الشركه القابضه لمصر الطيران وشركه مصر الطيران الخطوط الجويه في رحلاتها من والى مطارات جمهوريه روسيا الاتحاديه، وبالتالي ده شيء يعني مفروض ان هو مهم للغايه في ظروف عسكريه وظروف يعني امنيه في هذه المنطقه ليست سهلة، ويمكن أن تؤثر على حركة الطيران وعلى سلامة وأمنه أيضا الطيران. إيه موضوع القرارات دي؟ يعني إيه مدى تفاصيلها أكتر من كده؟ طب هتؤثر على كده؟ إحنا معانا على التليفون صديقنا العزيز الأستاذ مصطفى النجار، الكاتب والخبير الصحفي في مؤسسة الأهرام. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا أستاذ ضياء. إزي حضرتك؟ كل عام وأنت بخير. كل سنة مستعجلين بك. ربنا يخليك. قول لي بقى ايه، احنا في حاجات كتير انا ما قريتهاش، بس انا عايز اعرف التفاصيل منك بقى، ايه القرارات دي من وزارتين السياحه والطيران؟ شوف يا انا عاوز اربط ده بكل ما يتعلق بالسياحه والطيران باللي كنت انت سيادتك بتتكلم فيه دلوقتي حول جهود الرئيس الاقتصاديه لدفع الاقتصاد القومي في اطار او في بعد ما تعرض له بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه وقبلها الكورونا. مجموعه الحاجات دي اثرت على العالم كله، اثرت على حركه السياحه في العالم بشكل كبير جدا. السياحه والطيران يعني حصل اكبر تاثر او اكبر انهيار لحركه الطيران في العالم والسياحه في العالم حصل بسبب الكورونا، وبعدين جت الحرب. صحيح. التحرك الاقتصادي بقى اللي عامله سياده الرئيس مع الدول السعوديه ومع قطر ومع صندوق النقد، كل ده لدعم الاقتصاد القومي والخروج امنا من المشاكل المحيطه بينا في العالم وارتفاع الاسعار وما الى ذلك. بربط السياحه والطيران بيها ليه؟ لانه في الحقيقه التحرك ده اللي معمول ده بالنسبه لبعض الاجراءات التنشيطيه في قطاع السياحه والطيران تحرك ذكي جدا، هو في الحقيقه تحرك اقتصادي. لازم ناخد بالنا انه ده تحرك لدعم الاقتصاد القومي. صحيح. بمعنى ايه؟ انه السياحه في النهايه اقتصاد وبزنس. السياحه يعني زمان كده كان الناس فاكره السياحه دي ناس بتتفسح وخلاص. لا لا لا، ده السياحه دي دلوقتي في المؤتمرات السياحيه الدوليه بتلاقي كل دول العالم، مؤتمر او بورصه برلين اكبر معرض سياحي في العالم كان حضره السنه اللي فاتت حوالي 190 دولة، يعني قبل الأزمة الكورونا. نعم. 185 دولة، 186 دولة. بيمضوا عقود وحركة الطيران والسياحة في العالم. العالم فيه دلوقتي بيتعدى عدد السياح فيه برضه كل ده قبل الكورونا طبعا أكتر من مليار ونص شخص بيتحركوا. نعم. بيتحركوا في العالم وبيتحرك ومعاهم دخل لحركة السياحة في العالم تريليون ونص دولار. تريليون. تريليون ألف طبعا مليار زي ما احنا عارفين. صحيح. فحركه اقتصاد ضخمه جدا، الحركه دي تاثرت جدا، شركات طيران كتير افلست في العالم، وشركات شركات في دول كبيره زي المانيا وفرنسا وانجلترا وفي امريكا اعلنوا افلاسهم. فالدول كلها وشركات سياحه قفلت وافلست، فالدول العالم كلها بتدعم الشركات دي عشان دي احد اذرع الدوله واذرع القطاع الخاص القويه في دعم حركه الاقتصاد القومي بشكل عام. فدعم السياحه ده نوع من او يعني حل مشاكل السياحه نوع من حل مشاكل الاقتصاد القومي بشكل عام. القرارات دي اهميتها انها في النهايه انت عاوز تجيب السائح. نعم. تجيب السائح عشان يصرف في بلدك. والسائح من كل الدنيا، العالم بقى يعني دلوقتي كله بيتنافس على جذب السائح لانه بقت نسبه انفاقه عاليه، نسبه دخل السياحه عاليه بتضاف لموارد الدوله وتضيف لخزائن الدوله. احنا عارفين موارد الاقتصاد القومي عندنا
من تحويلات المصريين في الخارج وقناه السويس والسياحه والتصدير، دول اكبر مصادر للعمله الصعبه. وبالتالي التحرك في تنشيط وتسهيل بعض اجراءات الحصول على الفيزا مهم جدا. العبره انك تجيب السائح، مش العبره انك تاخد منه مبلغ صغير بره او تعمله. هل الاجراءات دي يا استاذ مصطفى، الاجراءات يعني احنا شفنا اجراءين تاخده، الاجراء الاولاني اللي هو التأشيرة في المطار ل 100 مواطنين من 180 دولة، يعني العالم كله تقريبا، بشرط ان يبقى عنده تأشيرة سارية في بعض الدول من الاتحاد الاوروبي وامريكا واليابان.